بالضبط عقد، عندي عقد. الجانب الايراني يقول لي اريد فلوس. نعم. انا مو جاي اعطيك غاز، اعطيني فلوس. تمام ست الكريمه؟ صحيح. هذه الجزئيه شوفوا وين، حتى هم اضعش بالصوره. اليوم انا ككهرباء تجيني فواتير من الجانب الايراني، قد تعطيني غاز تحسب علي فلوس، تعطيني فواتير انفويس. ايران ايش قد تطلب؟ هاي الفواتير، كل الفواتير ايش قد تطلب يعني الاجمالي؟ يعني بذمة العراق اليوم بنتكلم، تطلبنا ديون، تطلبنا ديون سابقة، تطلبنا ديون سابقة مليار و 642 مليون دولار. يعني مال تطلبنا مليار مال 2020 اللي كانت، مال 2020 اللي ما كانت بها موازنة. اللي ما كانت موازنة طبعا. تطلبنا مليار و 642 مليون دولار. بال 21 سددنا مستحقات الغاز كاملا كاملا، كل الغاز دفعناه. شوف الست، بس انا اليوم من عقدي ويا الجانب الايراني يعطيني غاز اعطيه فلوس، انا ككهرباء وين ادفع الفلوس؟ مو راح اعطيها للجانب الايراني باليد، اروح احطها بصندوق الاعتماد اللي مفتوح لدى التي بي اي. انت تدرين الاموال اللي انا دافعهن الكهرباء دافعها للجانب الايراني اللي ما وصلتهم محجوزه على اساس نزلوا الغاز، موجوده عند التي بي اي. صحيح، موجوده عند التي بي اي. كون المفروض، كون المفروض ابو الماليه، كون المفروض ابو التي بي اي هو يلقى له طريقه شلون يوصل بها الاموال حتى ما ينقطع الغاز اشوف الست ست وجدان كل يوم اشياء تسهم بصناعه الكهرباء، شنو هي؟ الاموال والوقود والغاز والعقود، هذني كلهن انا اللي علي مسويه، بس اكو وزارات غيري لازم ابو النفط وياي، لازم ابو الماليه وياي. هي هاي نرجع احنا استاذ احمد وياي. الغاز بالنسبه للغاز البديل، احنا بدنا نتكلم عن الغاز البديل الايراني، ليس مسؤوليه الكهرباء، هي مسؤوليه النفط بحد ذاتها. اكو وزاره الطاقه الوقوديه. زين تكلمت انت جنابك بذمه العراق، ايران اعطتها مليار و650 مليون، هاي اصلا محجوزه الى حد الان بالتي بي اي بسبب العقوبات. زين اذا نقص بيجي لا حاله لا 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 ست، مو هالشكل، مو ست مو هالشكل. هذا المليار و642 قيمة الغاز عن 2020 اللي ما كانت به موازنة. من بعد ما احنا وضحنا للحكومة وللسيد رئيس الوزراء وللبرلمان، يا بليش كهرباكم مريتوا بأزمة؟ تذكرين قبل فترة مرينا بأزمة، قلنا والله يا بالجانب الإيراني قلل الغاز. قال ليش؟ قلنا يطلبون فلوس. قال انتم ما بتطين فلوس؟ قلنا لا والله بتي بعي. أوعز السيد رئيس الوزراء من خلال مجلس الوزراء، صوتوا على قرار سداد مستحقات الجانب الإيراني، اعطوهم مستحقاتهم وألزموهم بالعقد. أنا أدفع فلوس تعطوني غاز، لكن ساعة تحطوني بالمعادلة ويا ساعة أكو غاز والمنظومة زينة ويا ساعة ماكو. عليه راح يروح وفد الأسبوع المقبل وزير الكهرباء من المالية والكهرباء والتي بي آي والنفط يحسمون موضوع الغاز مع إيران. ك